ماضي التليد والتراث العريق وتحديدا في عادات الضيافة والمجالس المفتوحة، كانت لنا زيارة في وقف ديوانية الحسين التاريخية، وأخذنا من خلالها أبو محمد في رحلة إلى هالماضي الجميل وعادات الضيافة زمان. مزيد من التفاصيل بنعرفها مع الزميل إبراهيم العنزي. المجالس القديمة والمفتوحة عادة لها أسلوب ولها طباع عند أهلها، كيف يستقبلون الضيف، وهي تكون مفتوحة شبه 24 ساعة حتى في الليل، لأن اللي يجي الضيوف من خارج مثلا المنطقة اللي موجودة، مثل عندنا مجلسنا اللي يجي من خارج الرياض سابقا ما كان هناك طبعا لا شقق مفروشة ولا شيء، يجون ينصون المحلات المفتوحة والبيوت المجالس المفتوحة. المجالس يكون فيها عادة تدخل المجلس تلقى قلة يسمونها قلة التمر، التمر موجود في المجلس يحط، كذلك يضع بعض الاشياء اللي مثل قرصان يسمونها، ناس يسمونها قرص عمار، ناس يسمونها قرص فتيت، لانه يقبل الوقت، يعني الوقت يعني يتحمل البروده ويتحمل الحراره يتحمل، فتجده موجود. هذه الاشياء الموجوده باستمرار يعني تكون متواجده. اللبن موجود، يسمونه ناس يحطون الالبان اللي يحطونها في السطل ويحطونها في الصميل، واللي يحطونها على حسب المجلس وعلى حسب الوقت بعد كذلك، في الصيف وفي الشتاء تختلف. حينما يأتي الضيف طبعا ينادي، فيستقبله راعي البيت أو المسؤول القهوجي الموجود في البيت، فيستقبله بالترحاب ويقلطه يجلس. أول ما يبدون الناس معروف بالقهوة والتمر. الحمد لله كانت الناس في نوع من الأريحية وفي نوع من البساطة، ولا في ترى يعني التكاليف الزايدة. البيوت المفتوحة ما تقدر تكلفون دائما زيادة، لا تلقى الباب الناس تغدى العصر، الناس يجون يتغدون الظهر، الموجود يحط، والناس الحمد لله تكرم وتشكر وتقول اللهم لك الحمد، لأن الحمد لله يعني صار عقب الضحى يحط عقب الفجر مراسيع الفطور، مراسيع عقب الساعة مثلا 8-9 يجون ناس ثانيين يصلح لهم كذلك المراسع، عقب مثلا قبل الضحى القرص، ولا عقب الظهر بعد الناس بعد يتغدون، بعضهم الاول يتغدون قبل صلاه الظهر، يقولون لنا شبابنا كانوا الناس يتغدون قبل صلاه الظهر، ولا صلاه الظهر كذلك جحد الموجود، عقب العصر يحطون صار عندهم فاكهه على حسب بعد الموجود، عقب العشاء عقب المغرب ما حد يتعشى، عقب العشاء يقولون من اول ما حد يتعشى، الناس تصلي العشاء يطلع كل من مسجد بيته ويتكل على الله، يعني قليل الا كان عاد جايين ضيوف ولا ناس جايين من برا ما وصلوا الا عاد متاخرين، هذا عاد لهم وضع خاص. شكرا للزميل إبراهيم العنزي على هذه الزيارة لديوانية الحسين التاريخية والتراثية، وللعم أبو محمد على هذا الحديث والتواجد في هذه التغطية. نأخذكم الآن مشاهدة.